اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده ابطال قبل ما تشوفوا اي حاجه وقبل ما اقول لكم اي حاجه ايه رايكم في الانترو الجديد اشترك وخد بطاطس ايوه على الاقل تستفيد والله العظيم يا جدعان انتوا جامد قوي متحمس جدا لفيديو النهارده عشان في تحديث نزل حالا في باب البيوت والله بجد يعني انا قاعد يعني النهارده يوم الجمعه قاعد بقى اجازه شويه وبتفرج بقى على افلام وبعمل اللي انا عايزه فجاه ترند جديد الحق بلال صور عليه حاضر يا ابطال دلوقتي دخلنا على باب البيوت بس قبل ما نبدا اي حاجه اشترك وخد بطاطس لا خلاص بقى خلاص ونسيت انزل حط لايك للفيديو واشترك في القناه عشان في فيديوهات جايه جامده جدا 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 خلونا دلوقتي يا ابطال نروح على اول حاجه لان المفروض يا ابطال في تحديثات النهارده جميله جدا واولهم في المستشفى تمام في المستشفى يا ابطال المفروض دي المستشفى كلنا طبعا عارفينها زي ما انتم شايفين كلنا ماشيين ولكن في صيدليه ايوه تقدر عادي دلوقتي يا بطل تشتري دواء هتقول لي فين هنا اهو مكتوب هنا فارماسي يعني صيدليه تمام المفروض بقى دلوقتي بقى في حد هنا كده يا باشا يقف كده وات ما تقدرش يشتغل هنا ليه اشمعنى هنا المفروض ايه ده لا لا لازم تضيفوا كيبورد غلطه يا جدعان ثانيه واحنا ينفع لا والله غلط المفروض يا بطل هنا كان المفروض يضيفوا كيبورد ايوه قلتها صح يضيفوا يا بطل كيبورد خلينا نشوف هنا اي حاجه نقدر ندوس عليها يعني المفروض يعني نقعد نشتغل كده ما علينا عامه يا بطل المفروض هنا في لا بيبس ايه ومش بيبس خلاص بتندوس كده المفروض ده علاج يعني بصوا لو انت اخذته بصوا ايوه ها اشرب ادوس ايوه مش بيشرب ما علينا بس ما هو مش بيشرب بدك ما علينا المفروض دي كلها ادويه في باب البيوت تمام دي قطره لا دي قطره للعين وده كريم شعر بس ده مش دواء ما علينا ما علينا ثانيه ودي دي كمامه ها كمامات ها تمام هنا الليمة دي ولا ايه وانتوا بتهزروا لا لا والله بجد دي حاجات بجد على فكره لا لا دي ادويه بجد تمام ادي هنا في هنا ادويه وبس كده هو ده بجد يعني هو ده هي دي الصيدليه انا بصراحه بتاع كنت متوقع ان الصيدليه دي هتكون اكبر من كده بصراحه كنت حاسس ان هي هتبقى اكبر من كده ولكن مفيش اي حاجه غير دي اللي نزلت تمام ولكن يا ابطال في هنا حاجه جديده دايما يا ابطال بنفضل قاعدين كده تمام بنقعد هنا كده وبنستنى القطر ولكن القطر عمره ما بيجي ولكن النهارده يا ابطال هنروح عند القطر بذات نفسه والله ما بهزر انت في ايه مالك يا عم في خلونا كده يا ابطال دلوقتي حالا ندور على القطر والله بجد يا جدعان انا قبل ما اعمل فيديو انا ما اعرفش القطر فين ولكن خلونا ابطال ندور هو اكيد تحت الارض على ما اعتقد ان هو وات او ماي جود والله هو داون تاون يا الله يصدق والله مش يصدق يا ابطال قلت لكم يا ابطال احنا كل شويه بنستنى هنا تمام وبنقعد هنا تمام نقعد هنا عند القطر يا باشا وبنستنى ولكن سو ايزي تقدر دلوقتي انت يا باشا تتمشى شويه صغيرين وتتعب نفسك تمام ايوه هنا بقى بيقول لك الخريطه يا باشا تمام هنا بيقول لك اللي دي هنا ايه ده ثانيه هو لو تقدر لما نركبه هنروح فين ده عامل زي هو ده قطر ولا مترو خلينا ابطال بسم الله وننزل ايه ده انترينس ماشي اوه ماي جاد والله جامد هنا طبعا الناس ايه ده داون تاون ستيشن اسمها داون تاون ماشي بنفضل قاعدين هنا وادي هنا المفروض ابطال هنا زباله بس مفيش حد جه يعني بقى قبل يعني نقف هنا هل هيفتح وات والله لا تعلي الصوت ثانيه وقت ما تتقفل في وشي ثانيه يا عم انا بعلي الابطال الصوت ايوه فتح السلام عليكم هدي وات ده راح ثانية يا ابطال هنا مكتوب بروك هافن دنتال وانا رايح فين؟ السلام عليكم مين اللي بيسوق؟ ايه ده انا اقدر اسوق؟ واو اقدر اسوق ايه ده انا بسمر لمين؟ او ماي جاد خلينا نجرب دي انا كده بوديهم على المدينة او ماي جاد طب ثانية عشان دلوقتي بصراحة في حاجات مش فاهمها خلونا كده يا ابطال طبعا دي هنا كل دي كراسي تمام لو قعدت ايه ده؟ مش عارف بصراحة ايه ده؟ او ماي جاد انا بقدر هنا يا ابطال الاماكن اللي انا عايز اروحها بحددها تمام طب لو انا رحت هنا او ماي جاد ايه ده هنا بقى لا حبيبي تعال احنا بتوع اسرار فعشان يا عم ايه ده شيل ده ماشي احنا بتوع اسرار فالمفروض ان احنا دلوقتي نجيب سرير كده تمام ونعمل كده وننام هنا يا باشا هننام لكم في الايه في القطر ونبص على وات
او ماي جاد، اول خدعه في القطر. احنا لسه بنقول يا هادي والله ده في مكان هنا جديد. انا حاسس ان المكان اللي هناك ده جديد صراحه. احنا لسه بنقول يا هادي والله. ما علينا خلاص تمام. وانا مش عارف ايه ده، لو دوست على ده طيب المفروض القطر دلوقتي رايح في مكان تاني. ايوه ايه بقى المكان ده مثلا؟ ايوه او ماي جاد كراون ده، واضح ان دي محطه جديده. نقفل النور، نقدر نفتح النور ونقفله كويس. خلينا نبطل كده نطلع مكتوب اكزايت. حاضر يا باشا. احنا طلعنا في لا 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 ده في اكتر من 3 محطات ثانيه. ايوه هنا مكتوبه تمام. فين يا ابطال؟ 1 2 3 4 4 محطات يا ابطال. الداون تاون دي المفروض اللي هي موجوده عند فين؟ عند المكان اللي هو اللي جنب الشرطه. تمام خلينا ابطال نروح كده ننزل. انا عايز بقى اروح مكان ثاني. تمام خلينا كده نعرف المكان الثاني فين. تعالى باشا نقعد هنا. ايوه بنقدر بقى ندوس هنا نشوف ايه المكان ده. تمام هل هو ده الداون تاون؟ تمام بعد ما بتدوس هنا المفروض اللي احنا يا باشا بنطلع كده. ليتس جو بلاك هاوك. حلو بلاك هاوك. اما نشوف مكان او ماي جاد جنب المدرسه عشان او بص عشان الناس اللي بيوتها بعيده تاخد القطر. هو ده قطر كده ولا مترو؟ قولي تحت في الكومنتات. بصراحة انا احس اللي هو يعني شبه المترو وفي نفس الوقت هو قطر، بس بدك مش عارف هو ايه بصراحة. ولكن يعتبر ده قطر قريب من مدرسة قوي يعني بجد والله. مكان والمكان بتاعه استراتيجي وحلو قوي. تمام يا قطر خلونا كده ننزل تاني وهناخد القطر مرة تانية. السلام عليكم. انا اسف الراجل السواق ده هيشتمني اقسم بالله. انا عايز اركب ببلاش، عايز اركب ببلاش. يلا بينا. انا فين؟ ايوه كده تمام. افتح يا سمسم. داونت لا داونت تاون لا يا عم انا عارف مكانها فين. خلينا نروح عند اخر مكان. تمام ايه ده هو اخر مكان؟ هو اخر مكان ايوه ليك ميديس مش عارف ميديسن ستيشن. خلونا نطلع. يا ربي ربي هكون فين؟ او ماي جاد ديوم والله يا ابطال ده حصل هنا كمان تحديثات جديده حتى في الشارع ده يا ابطال اللي فيه ابطال السمر كلاب. تمام واللي فيه البحر. تمام وبجد بجد يا ابطال حاجات جامده قوي انا اول مره اشوفها في حياتي بصراحه. عمري ما كنت اتوقع ان يحصل تحديث كده في ماب البيوت. على فكره يا ابطال ماب البيوت دلوقتي بتنافس يعني بصوا الماب البيوت دي شبه ماب يا ابطال اسمها لايف توبيا. لو دخلنا يا ابطال على ماب لايف توبيا لا نفس الكلام بالظبط، ولكن الموضوع ده قديم. ولكن ماب البيوت بتحاول تقلدها في شويه حاجات، ويا رب يكون يعني صاحب ماب البيوت ما بيفهمش عربي عشان الكلام ده هيجلدني عليه. لان هو انا عارف ان هم بيكرهوا حاجه اسمها لايف توبيا لان الماب دي بتنافسهم، ولكن هم كده كده نمبر 1 وهيفضلوا نمبر 1 عشان الناس كلها بتحب ماب البيوت لان هي يعني الماب دي اكتر ماب واقعيه. مع ان اقسم بالله لايف توبيا جامده والله العظيم. انتوا برضك ابطلوا لي تحت في الكومنتات هل انت بتحب ماب البيوت ولا بتحب لايف توبيا. لو بتحب لايف توبيا حط لايك، بتحب ماب البيوت ما اكتب كومنت صح وقول لي بتحب ماب البيوت. والله جامد والله العظيم ابطال التحديث جامد قوي. وحتى ابطال هنا ضافوا حاجات ليك ليك مديس انا ايوه فهمت. عشان يعني بصوا هي دي المحطه اللي احنا نزلنا عليها اهي. يعني المفروض مثلا ايه دي محطه تمام وكل محطه ليها اسم ماشي. انا عايز ابطال اشوف اسرار. خلونا نمشي كده. او ماي جاد والله لا اعمل سرير والله لا اعمل سرير. هنعمل هننام. او ماي جاد ايوه تاني لا ده ماشي القطر ماشي يعني. طب انا مش فاهم بصراحه. خلونا نعمل كده. المفروض ايه ده هنا مكتوب ايه دي المحطه دي. تمام بصوا اول ما بركب القطر بتاعي بيمشي على طول بيمشي. خلينا ندوس كده بيعمل ديت كده. ما نقدرش هنا ابطال ندوس على اي حاجه. ممكن نطلع هنا كده ونعمل لنا سرير. بصوا ما فيش حد بيعمل الجنون اللي انا بعمله ده، ولكن انا بصراحه بحب ايه ده. انا سايب القطر وهنعمل حادثه دلوقتي يعني الله يرحمني. والله العظيم جامد يا ابطال تحديث جامد. ولكن ايه الخلفيات دي؟ انا مش عارف بصراحه ايه الخلفيات. طب الحاجات دي نقدر ندوس عليها؟ مفيش هنا ابطال الحاجات دي. طيب نقدر ندوس عليها؟ ايوه مفيش. شكرا. مفيش اي حاجه ابطال نقدر ندوس عليها خالص حرفيا. تمام وما اعرفش المكان ده انا بصراحه حسيته حمام قبل ما ادخله. والله يا ابطال حسيت ان ده المكان ده حمام اصلا بصراحه. قولوا لي يا ابطال رايكم في التحديث. انا مش شايف حاجه بصراحه. قولوا لي رايكم في التحديث بجد. انا رايي في التحديث يا ابطال
يعني 9 من 10. هتقولي ليه يا بلال 9 من 10؟ ليه يا بلال؟ والله 10 من 10. اقول لك يعني بصراحة مش عارف ليه، حاسس بردك المابة بتكون ناقصة فيها حاجات، تمام، وهم بيتأخروا كل تحديث. المفروض يا أبطال هم بيحبوا أوي يعملوا كده، يعني خلي بالكوا يا أبطال بردك التحديث بتاع اللي هو أسرار ماب البيوت يا أبطال والجليتشات والحاجات اللي كانت بتتعمل خدع التيك توك وكده، طبعا يا أبطال البوابة لحد دلوقتي ما نعرفش عنها أي حاجة. خلي بالكوا أنا عمري ما أنسى البوابة دي، لأن حرفيا كل اليوتيوبرز كانوا بيعملوا عليها فيديوهات، ولحد دلوقتي ما عرفناش أسرار البوابة دي وحصل فيها إيه. لكن هم يا أبطال قاعدين بيضيفوا حاجات جديدة، وعلى ما اعتقد الحاجات دي عمرها ما تتشال في ماب البيوت. لسه يا ابطال ما دخلناش على السنه الجديده، متحمس جدا جدا جدا. وشكرا طبعا يا ابطال على ال 100,000 مشترك. بكره يا ابطال هينزل، يعني بصوا في فيديوهين اللي هو بكره وبعده هينزلوا، ولكن يعني بالانترو القديم عشان الفيديوهات دي كانت متصوره قديمه، ولكن من اللي جايه يا ابطال هيكون الانتروهات الجديده، تمام، هينزل الانترو الجديد والاند سكرين الجديده. وقولوا لي يا ابطال رايكم تحت يا ابطال في الكومنتات على شكل القناه الجديد، يعني شكل القناه الجديد. ويعتبر بس كده يا ابطال الفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج اكسوي، سلام.